حرارته مرتفعة كتير. يا الله الولد وين كان؟ أكيد ما كان لابس منيح. بنتي روحي قولي له لحسن يتصل بالدكتور. ليكي شرحي له شو صاير معه، إيش هو المرضى اللي أكله هالفترة؟ توتر وكتير تعب، وخصوصي بعد هالموقف ويلي صار بسببه. يعني يا علي نفسيته تدمرت. جوليا فهمينا كيف صارت هالقصة؟ يعني شو اللي صار لحتى قلعوه من الجامعة؟ العالم عم تحكي إنه متحرش بوحدة من طالباته. مو وقته هالحكي هلأ، روحي قولي لجوزك يطلب دكتور. أمرك مرت عمي. يبعت لي حمى، كلامه بيهز البدن. لا والله ما في شي من يلي عم يقولوه. هالبنت الواطية انزعجت من كريم، عم تفترت عليه بهالقصة. ابني مستحيل يساوي هيك شي، أنا بعرفه. ليكي بنتي وطي صوتك خليه نام شوي. بتعرفي شو اللي كنت أحلم فيه مرت عمي؟ إنه نعيش مع بعض على طول ونضل سوا ببيت العيلة مع بعضنا. شو كنت حاسة بالوحدة وأنا هنيك على طول لحالي ومحمد معي كل الوقت. بس لا تفهميني غلط، أنا زعلت لأنه انفصل من الجامعة بهالشكل، بس كمان بنفس الوقت حسيت أني فرحانة لأنه رح نرجع لهون. بس شوفي شو صار من أول ما رجعنا على البلد. لا بنتي ما تبكي، شو هالقصة يعني؟ ما بيصير نخلي وحدة مثل تأثر علينا، شو ما عملت ما رح نصدقها. خلاص مو أنتوا رجعتوا، الباقي ما بهم. الحمد لله الله تقبل دعائي، أنا وعمك جنبكن على طول، ومن هلأ ورايح رح يتصلح كل شي. أنتي ما تاكليهم. شو حلو أن الواحد يلاقي عيلة يعتمد عليها. ماما توفيت ونحن صغار كتير مرت عمي، وأبي ما قدر يكون سند. أبي كان إنسان أناني وما بيهمه غير حاله بس. نحن كبرنا بالخوف والوحدة، وأنا ما عشت هيك شي من قبل. كان عندي أختي الكبيرة، بس كل وحدة اختارت تكون لحالها. حبيبتي جوليا كيف هيك صار؟ كيف بليتي حالك كل هالقد؟ زحطت ووقعت بالنهر، بس يا ريت شفتي السمكة اللي شفتها، كانت قدك ويمكن أكبر. طبعاً طبعاً السمكات تبع النهر كتير كبار. والله عن جد هيك قدها كانت السمكة. اي خلص صدقتك، لفي حالك منيح فإن شاء الله ما تمرضي. بس لكي ملا ما رح تقولي لماما مو هيك؟ لأنه رح تعصب مني كتير. حبيبتي انتي عادي هون عاقلة ومن غير شوشرة، وأنا ما رح أحكي شي لحدا تمام؟ شكراً أختي، أنا بحبك أكتر من أي حدا بالدنيا. وأنا بحبك يا عمري. يلا حبيبتي أنا لازم أدرس هلأ، بكرة يوم مهم. ليش شوفي بكرة؟ أنا ونالي رايحين على المدينة من الصبح بكير، في امتحان مهم كتير. حبيبتي اغسلي حالك وكلي، من امبارح ما حطيتي لقمه بتمك. ما بدي اكل. لك وينك انت؟ ليش ما اجيتي على الامتحان؟ مو شايفه حالتها؟ ما قدرت اتركها، حرارتها مرتفعه كانه هلا متحسنه. لو تشوفي امبارح كانت موجوعه كتير. كيف صار معها هيك والطقس ماله بارد كتير؟ وقعت بالنهر هي وراكده ورا السمكه. على هالحاله ما عاد فينا ندرس ببورصه وكل احلامنا تدمرت. كيف؟ ليش انتي ما قدمتي؟ شبك؟ ومين قالك ما قدمت؟ كتبت منيح ويمكن يطلع لي تمريض، بس ملك امي مستحيل تبعتني لهونيك من دونك. بلا بتقبل تبعتك، ليش حتى ما تقبل؟ كله منك، روحتينا نحن التنتين. ملك ليش انا شو عملت؟ قال شو عملت؟ قال اختك روحت الفحص عليها من تحت راسك. شو يعني شو هو الفحص؟ ما كان عنا غير هالطريقه لنخلص من الضيعه. ليش ما تركتيها عند امك ورحتي؟ امي كمان مرضانه طول الليل وهي عم تبزق دم. سلامتها الطيب وابوكي.
ما بعرف، ما رجع على البيت. ملك، بتعرفي لو قدمتي الامتحان كنتي أكيد نجحتي. على فكرة الأسئلة كانت كتير سهلة. مو مشكلة نيلي، المدرسة اللي بمودانيا كمان منيحة، بروح بدرس هنيك عادي. يا ريتك قدمتي، كنا رحنا سوا. أختي ما رح تروح ولا لأي مكان، أنا وياها بدنا نضل سوا على طول، مو هيك ملاك؟ طبعاً أختي، أنا وياكي ما رح نفترق أبداً، بوعدك. خلص روقي، مرت عمك سهيلة معك ومثل أمك، لا بقى تزعلي على أي شيء من اليوم ورايح. آسفة على المقاطعة، دكتور على الطريق، وبالمناسبة عمي اتصل من شوي، قال راح لعند أخته على الضيعة، أبصر ليش. أيوة يا حبيبي، شو جابها هي هلأ؟ زينب، أنا ما قلت لكم ما بحب شوفها لهي بوشي؟ أنت ليش كل شوي بتنطينا؟ يلا على غرفتك لشوف، يلا امشي قدامي. انا بورجيكم بس يرجع قلبي. سكتي وامشي قدامي احسن لك. لك مايا، شيلي ايدك عني بموتك، ها قدامي عم اقول لك. يلا مساله، رح تجنني هالبنت. يلا هاي بنته لبرهوم من وحده كان يحبها من زمان، ساكنه معنا هلا. برهوم بيك ما بده يخليها، بس انا ما رضي تخطيه لانه عندك اطيب قلب. يلا تعي خلينا نفوت بلا ما تاخدي برد. معك حق، بلا ما أخذ برد. قديش الساعة؟ حوالي 11. الحمد لله كأنه نزلت حرارتك شوي. أنا منيح. يلا نامي أنت، ما في داعي تسهري فوق راسي. رح تنامي هون؟ لكن وين بدي نام؟ ما عطونا غرفة غير هاي، وأنا ما قدرت أقول شي. نايم ومحمد بأوضة شيرين، وجيهان كمان نايمة هونيك، وما بقى في مكان لإلي. ما عرفت وين بدي نام فأجيت لهون. تمام تمام، أنت نامي هون، أنا بروح على غرفة تانية. استنى كريم، خليك متسطح. خلاص رجعت سطح حاج ولدني، شو هاي هي مشكلتنا الوحيدة؟ خلصنا بقى، التخت كبير وبيوسعنا. دير وشك لهونيك ونام، شو رح يصير يعني؟ إلا إذا كنت مرعوب من حدا مثلا. خايف من حالك ولا مني؟ دخيلك أنا. منك بالله. هاي نظاراتها، في وحدة من العدسات مكسورة. البيس تعوا شوفوا قديش عيونه حلوين لهالولد، بيجننوا. استنى لا تمشي هلا، خليك العب معنا. انت ليش بدك تمشي؟ تركيلي ايدي، بعدين انا ما بلعب مع حدا. على فكرة عيونك احلى عيون بشوفها بكل حياتي. انا قررت اتجوزك لما اكبر. روحي عني يا شو هالبنت هي. استنى لا تمشي، انت ما قلت لي شو اسمها. وقف رد علي. اخ انت شو عم تساوي لعمة؟ انت مجنونة عن جد، انك غبية. شو هاد يا بس على فكرة انت حتى لو ما قلت لي اسمك، بس انت صبي كتير حلو. بتشوف بكرة بس اكبر اكيد حاتجوز انا وياه. والله شكلك انت بتفهمي من صغرك، وهي تزوجنا ورح ننام بنفس الغرفة مع بعض. ايش بدك احلى من هيك؟ ما في احلى من هيك صح؟ Thank you.
كريم فيك تتنفس عادي، نفسك مو مزعج. شو إله طعمي هالحكي؟ ما فهمت ليش لحتى ما أتنفس يعني. إيه؟ تصبح على خير معناتها. وأنت بخير. نومي هادي ما تخافي. بس إذا تضايقتي من شي فيك تفيقيني. مو ضروري، من شو بدي اتضايق؟ أصلاً أنا كمان نومي هادي، يعني بنام وبفيق مثل ما أنا، ما رح تحس بوجودي أساساً. أنا حليت مسألة لميس، ما بقى رح تعملنا مشاكل. هي ما بتستاهل محمد، لأنه أنت أمه. شكراً.